ايوه. وبعدين يا عم رامي؟ متقلقش هتتحل. خد يا هشام حقلك نفسيا. ما تمسك. امسك ايه بس يا رامي؟ انت عمرك ما بتفكر ابدا ان كل اللعبة دي ممكن ننكشف ونروح في 60,000 داهية كلنا؟ طب خد بس امسك امسك. بعدين ولا 60,000 داهية ولا حاجة. انا متأكد ان دكتور مرسي مظبطها ومخطط لها كويس. وحتى لو مش كده ابويا كده عامل اتصالاته. بس انتوا عارفين بقى الكوسه ما ينفعش تبان. طالما عم ابو رامي عامل اتصالاته يعني يبقى براءه مضمونه بالثلث يعني وعهد الله. طب امسك. ربنا يكتب علينا مزاج العاكر ده. وحشتنا قوي صباح وبضاعه ابو صباح. هنروح لها قريب. براءه في جبنه. اعتبر نفسك في حضن صباح. يا رب. خلص. ده تعبير بسيط عن حبنا واحترامنا للدكتورة عبلة. مثال للشرف والاحترام والالتزام والعلم وأي شيء نبيل. ونرفض أي محاولة للنيل من شرفها اللي فوق مستوى الشباب. بس في دلائل للإدانة قصاد المحكمة. مهما قالوا مهما طلعت شبهات ومهما قالوا عن الدكتورة عبلة مش هنصدق كل ده. لأن الدكتورة عبلة فوق مستوى الشبهات. الدكتورة عبلة بس مش علمتنا الطب. دكتورة عبلة علمتنا الحب والإخلاص والالتزام. خلينا نتأكد من براءتها إن أي واحدة بينا تتمنى تكون زي الدكتورة عبلة. عبلة 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 عبلة. والله ما عارفة أقول لكم إيه يا جماعة، بس النهاردة حسيت إن الدنيا لسه بخير. وإن الحق حق عمره ما هيضيع، ولا في وسط الظلم ولا في وسط الغدر. كل واحد بيذاكر وبيتعب وبيشقى ضروري هيشوف نتيجة شقاه وتعبه. وإن الحق حق ولا أي غدر ولا أي حقد ممكن يأثر عليه. عبلة 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 عبلة. إن المصريين مهما حصل ومهما الناس حاولت تشوههم لسه بخير. وإن بذرتنا بذرة أصيلة أجدادنا هم اللي زرعوها من آلاف السنين. بس عشان خاطري وحياة الحب اللي بيننا والاحترام اللي بيننا روحوا بقى لمحاضراتكم والأبحاثكم من فضلكم. عبلة 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 عبلة. دكتورة أنا أسفة على كل سؤال مني لو كان صعب علي. أنا أسفة. أنتي زي بنتي بالظبط. ميرسي. عبلة 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 عبلة. كل ده مش هيحصل. هنفضل واقفين وقفتنا الاحتجاجيه لغايه ما يتلغي قرار وقفك. حتى لو الدكاتره والاساتذه كلهم رجعوا عن قرارهم احنا عمرنا ما نرجع عن وقفتنا. احنا مش هنسيب الدكتوره قبل لما يتنازلوا عن القرار. الحق الحق يا ناس. الحق 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 يا ناس. الحق الحق يا ناس. الحق الحق يا ناس. الحق. انا بحذر الجميع. اسمعوني. انا بحذر الجميع. ده خروج عن الشرعية. المظاهرة دي لو ما كنت تفضح علن انا هطلب الامن ومش مسؤول عن اللي هيحصل. كفاية كفاية ارجوكوا كفاية. غلط. اسمعوا الكلام بقول لكم. خدوا المظاهرة. عبلة
ومشاكل ومظاهرات، ده كل بسببك يا دكتوره. انا لا قلت لحد يتظاهر ولا يهتف باسمي، حاولت امنعهم هما اللي رفضوا. اصلا ما كانش المفروض تيجي يا دكتوره انك انت موقوفه عن العمل. لا يا دكتور، انا موقوفه كرئيسه قسم، مش كدكتوره ومش كاستاذه لتلامذتي، وعينيني حبشير ومفيش اي حاجه هتقف قصادي. جاريه يا دكتوره عبله، انت بتتحديني؟ احسبها زي ما تحسبها يا فندم. يا دكتوره اسمعيني يا فندم. عايز انت رخصه ست رئيس الجامعه، عايز اكلم حضرتك عن محمود. طيب اتفضل انت، مع السلامه. الو، ايه يا دكتور؟ لا الحقيقه عندي شويه مشاكل في الامن كده. الدكتوره عبله اللي حضرتك وقفتها جايه وعامله لي مشاكل وعملت فوضى كتير قوي. يا فندم انا مش مسؤول عن اللي هيحصل، او الدكتوره رافضه القرار وما زالت متواجده في الكليه. يا فندم بتتحداني انا شخصيا، بتتحدى كل اللوائح. نعم سعادتك، يعني انا مش فاهم، قرار اتلغى يعني ايه ومين اللي لغاه؟ لا لا سعادتك انا ما اقصدش، بس يعني ايه اللي استجد في الموضوع يعني؟ حاضر يا فندم، حاضر، علم وهبلغ يا فندم. عايز تبلغني بحاجة؟ أنهي قرار اللي اتلغى يا فندم؟ الأرقام الرسمية بتقول إن كل ساعة في القاهرة في حادثة اغتصاب أو تحرش، كل ساعة. الأرقام الرسمية أيضاً بتقول إن عندنا 20,000 حادثة اغتصاب في السنة. 20,000، هي أم، هي أخت، هي ابنة، هي صديقة، كل دول بيغتصبوا وبيتحرش بيهم في الشارع. قضية هامة جداً. ضيفتنا النهاردة كان يومها عادي جداً، عايشة حياتها، بتمارس عملها، رايحة شغلها، وجالها الطلب اللي بيجي لكل دكتورة، حد مريض الحقيقة، عادي جدا، يوم عادي في حياتها، ما كانتش عارفة انه هيبقى اسود يوم في حياتها. نزلت من بيتها وراحت عملت واجبها، ولكن تحول هذا اليوم الى يوم مشؤوم، يوم اسود. لماذا تحول هذا اليوم الى يوم اسود في حياة الدكتورة عبلة عبد الرحمن؟ اهلا بك يا فندم. اهلا يا فندم. انا اسف يا دكتورة، معلش السؤال، اغتصبوكم؟ احنا الثلاثة، هما التلاتة قدام بعض؟ لا لا، حطوا كل واحد في أوضة. أنا آسف، ولكن مهم جدا مدام حضرتك ضيفتنا النهاردة تحكي للناس بشاعة الحاجة دي عاملة